الدراسه ديال التوقف السلوك للمواطن بالنسبه للتوقف. انا كنت ذكرتها شحال كيوقف 50% كتوقف اقل من ساعه ما ساعتين 90% كلهم تيوقفوا اقل من ساعتين. هذه الدراسه اللي كانت. المواكبه هي 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 الرقمنه هي اللي درس المواكبه، وبالتالي كاين اليات ديال المواكبه ديال المواطن ماشي الدراسه. واش لانه الا جيتي في المطلق راه كلشي دابا نقول بحال دابا غادي نهضروا على رقمنات بعض الخدمات عندنا في الجماعه. في الاول صنا صعوبه وشحال من واحد قال لك انا ما نكليش انا ما كنعرفش انا كنخدم. دابا تقول له نزول لك رقمنه يقول لك ما يمكنش لانه تعود على الرقمنه وفهم هذاك هذا والسهوله باش يستعملها. وبالتالي حنا تنراهنوا على المواكبه اللي حنا درنا واحد الاستراتيجيه كبيره جدا اللي كينواكب المواطن المغربي في الدخول لعالم الرقمنه. وهذا غادي يكون شيء جد ايجابي ماشي غير على الباركينغ، على الرقمنه بصفه عامه في السياسات العموميه وفي السياسات الخاصه في المغرب. هذا مستقبلا، ولكن المواكبه غادي يكون اولا اللي ما عرفش كاع عنده لي سوليسيون الاخرين، عنده الحلول الاخرى، عنده تيمكن له يشري من كارتا كغاتي ولا تيمكن له يعيط لواحد الهاتف اللي هو محتوى خلق واحد الجدال. هاتف ديال الدار البيضاء، هذاك ماشي قضيه الدار البيضاء، هاتف سبيسيال. دابا شافوا بندو قالوا الدار البيضاء، حتى الامور تتطور. هذاك الهاتف ملي كتعيط تديكلونشي الكونتور، ملي كتجي وكتعيط كتوقف لك الكونتور صافي. دونك هادو هما الاشياء، ولكن الاصل والمحور ديال هاد الخدمه هي انه نمشيو كاملين للرقمنه. وحنا هادشي غنواكبوا ان شاء الله الرحمن الرحيم.